في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية فقد شهد قطاع المستشفيات الجامعية أعمال تطوير واسعة وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع المستشفيات الجامعية في مصر خلال العشر سنوات الماضية، حيث نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق انجازات في مختلف القطاعات والميادين، وشهد قطاع المستشفيات الجامعية أعمال تطوير واسعة وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير هذا القطاع، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة بما تساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى جامعي في عام 2014 إلى 120 مستشفى في عام 2023 بزيادة قدرها 32 مستشفى، وبلغ حجم الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 إلى 2022 30 مليار جنيه، ولا يمكن إغفال الدور الفاعل للمستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية ومنها إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة و100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية وصحة المرأة بالإضافة إلى مبادرة قدم صحيحة وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صناع الخل التنمية ومبادرة حياة كريمة فضلا عن تعاون الجامعات مع هذه المبادرة في إطلاق قوافل شاملة للمراكز القرى التابعة لها بالمحافظات الواقعة في نطاقها الجغرافي وشهد عدد الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية ارتفاعا كبيرا حيث بلغ عام 2023 ما يقرب من 321,250 طبيبا كما تجاوز عدد الأسرة 36 ألف سرير و1000 حضانة و5000 سرير رعاية وذلك بتكلفة وصلت إلى ملياري جنيه أعمال التطوير بالمستشفيات الجامعية على مستوى والجمهورية ساهمت وبشكل كبير في تحقيق الهدف الأسمى للدولة وهو توفير أعلى درجات الرعاية الصحية للمواطن المصري